كي نبداو بار حكايه الامارات واسرائيل، قلنا تركيا مثلا مطبعه مع اسرائيل، عندها سفاره، عندها معاملات، يبيعوا لبعضهم الاسلحه، يطوروا مع بعض التكنولوجيات اكسترا. قطر كيف كيف، الامارات لحقت امارات من ضمن المنظومه الخليجيه، معناتها المنظومه الخليجيه كل طبعت مع اسرائيل. هذا امر خاص بطريق الصحراء وعقليتهم والدبلوماسيه تاعهم، وما يهمني في حتى امر. هذا ماشي مشكلتي انا، شمال افريقيا، انا امازيغي، انا جزائري، انا مسلم شخصيا حريتي، لكن نقبل كل الديانات، ما عندي حتى اشكال. المهم عندي الجزائريه، صافا دير لا ناسيون الجيري كي ني با ريليجيوز، سيت اون ناسيون اوتور دو فالور يونيفرسال، يعني امه حول كيما نقولوا حنايا مبادئ عالميه. دونك هذيك واش يديروا الاخرين ما يهمنيش، يطبعوا معاها مع البوركينا فاسو سي لور بروبليم. اون ريفيان سا على سيتياسيون الجزائريه. يا جماعه الجزائر راهي كيما قلنا سي ان جينوسيد، يعني عمليه اباده جماعيه راهي تصرف في الجزائر بدم عينيكم ايها الشعب الجزائري. كاين تخوفات كبيره انه لما تفتح الحدود الجزائر تفقد كل الطاقات نتاعها الحيه، يعني الاطباء، الفرامله، لي انجينيور اكسترا، الناس كلها راح تهرب راح تحرق. عندنا معلومات حاليا وللاسف نقولها للشعب الجزائري، عندنا ناس حاملين لشهاده دكتوراه قاعدين يسجلوا في جامعات اجنبيه سنه اولى جامعي، على بالك معناه باه يهرب. صافي خير سي رحماني، بوكو دو بيتو فرونسي ريكلام لي سبيسياليست سورتو. باك لي زوبيتو كاين دي جون كي اون دي دكتورا اون لاتر، دي دكتورا اون دروا، دي دكتورا اون كذا. راهم قاعدين يماركيو في الجامعات الاجنبيه سنه اولى، تعرفوا شنو سنه؟ سيد في عمره 38 سنه دكتور في القانون، ماركة سنة أولى حقوق في فرنسا لا يعطيه فيزا ويجي. يعني هذا تعتبر حرب استنزاف، سيت اون نيموراجي دو لانتيليكت الجيريان، لو بو دانتيليكت كونا قاعد يسيي كيفاش يهرب من البلاد هذه. علاش؟ سي نورمال انكم تبعتوا ناس اولا اغبياء بولاها داوي مصالح شخصية، ما خداوش بعين الاعتبار الشعب الجزائري والمصالح نتاعو والثورة والهبة الشعبية هذه باش تنجح وتنتصر الجزائر وتتطور وتحافظ على بلادها داخلها، ولادها داخلها، وتجيب ولادها للبرة تدخلهم. لا بروف جابوا لكم رئيس، مش حنقول لكم سي لو بيتيزي دو بريزيدون. J'aimerais bien que vous fassiez rire que les Algériens soient un peu sous tension pour leur attaque. Oui, mais... C'est le bêtisier ou la tâche, Non, mais c'est un bêtisier, mais c'est un sache. Si il dit qu'il y a des gens qui veulent qu'il y ait des gens qui veulent qu'il y ait des gens qui veulent qu'il y ait des gens. Il a dit ouvertement ou... Il a dit, demandez aux Algériens, c'est mieux. Allez, go sur le site. Le site qui est écrit, il n'y a pas de bâle. مريض. سيدي يقول لهم لا بولونجري غلقتها، ما بقيناش نمدو السكاني. الور واش هي علاقه لا بولونجري بالسكاني؟ واسك لا بولونجري تبيع الخبز والسكاني الدوله كانت تمدهم غراتوي، واش هي العلاقه اللي يعني هضره تاع مهابل. رئيس الحكومه يقول لهم زرت الولايات ما كانش حاجه ندشنها، يا ريان اينوغوري، صافا دير كي الجيري فريمون سي اون بيرل. يعني كي تسمعيهم يهضروا تقولي الجزائر هذه شي با سنغافور. الوغ كو حنا الناموس، الدبان، الموستيك، السخانه، الزلزله، البنيان يريف باسكو مش مبني قد قد، الخماجات، الماكله بالبيستيسيد، الخضره مدرحه، اللحم مدرح، كلش مدرح، لي زامبورطاسيون مدرحين، الدخان طابه 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 مدرح، طابه مدرح، الرهج مدرح. سي البيتيزي، لالجيري ولات ان بيتيزي. بصح بصح كيما قلت ريان كو لا فيريتي حقيقه، الشعب يتحمل مسؤوليته، الشعب يتحمل مسؤوليته انه اتبع ابواق مغرضه ما عندهاش برنامج، اتبع ابواق تعرف تهضر العربيه. هادو خاوتي اخواتاتي اخواني واختاه واماه، هاد العبارات المكرفصه كاع. Quand on parle de révolution, je ne dis pas que c'est un peu de la révolte, je dis camarades, je dis peuple, je dis nation. On ne parle pas de révolution.
شنو الأورفلينة هذه اللي حبيتوا تبنيوها في الجزائر؟ سي كوا سا؟ أو ليو دو ريسبونسابيليزي لو بابل كي برين أون مان سون ديستان، يعني الشعب يتحمل مسؤوليته وياخذ مشروع حياته بيدو. علاه؟ باسكو نتوما خوانا ذوي مصالح. ما تحوسوش تغير النظام، تحوسوا تاكلوا مع النظام. تديوا مصالح مع النظام، ما تحوسوش تلغيوا النظام، ما تحوسوش تطوروا الجزائر، تحوسوا عليها مزرعة تستفادوا منها كما يستفادوا هذو اللي زعما راكم تحاربوا فيهم وتسميوا فيهم العصابة. العصابة هي أقدام بيضاء، ما هي الجنرالات، ما هي تبون ومجموعة البهلوانات اللي معاه. هذو ما يسوا والو، غدوا ينحيهم. غدوا ينحيهم. غدوا يخرج ان كومونيكي من الكابينة يروح لتا ماجور. يجي شنقري حاكي مالقايد صالح يقول لك حسب الظروف وكذا 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 علي تمت إقالة أبليكاسيون مادة 199 ولا 114 ولا 1800 يجيب لك أي مادة هكا ما مجرنا لك إزاي حطها ويقول لك سيبون درناها وازي كاستوات البون وجماعتك ديكاجي توس يجيب لك حاجة أخرى ترانزيشن يعني زنقة المهابل سيتو Et la crise économique, elle arrive à grande vitesse, monsieur Ahmed. Elle existe déjà, mais elle va arriver encore pire que ce que l'Algérie a vécu là. والله جو ريبوند اون بيتيت كيستيون عندك الحق مدام قال لك واحد قال لي اللي شوف فيها هنا نشوف شويه الكيستيون رونتر ان الجيري اي اون فافير لا ريفولوسيون انصومبل هذا البلاد الجي لا شي با كوا Si tu veux pas faire ta révolution à le bled Alger, ne la fais pas. Riche qui marak rak marabb. Allah yenhi lik. Allah yzidk min el fil. Fila. Allah rbeh fi oula ma'a. On peut pas faire de politique en Algérie. Ma tghalatch rohk. Ma tghalatch rohk khlas. Mark. Bon. Maintenant, je crois que انا عايش خير منك بزاف وقلبي حارقني على الجزائر وانت راضي بالهم اللي راك فيه ابلع منه بالقناطر سان دي رونجون كوا همي هذا لا همك انت دونك هادو كيما واحد بعث لي سير واتساب روح انت ولادك ونديروا الثوره خم على ولادك انت اللي راهم في الميزيريه تخممش عليا ما تحوش عليا خمم على ولادك انت باسكو انت كي تاكل الكوكره في الجزائر انت اللي ولادك حاكمين البابور والفلوكه شي يموت في البحر وشي قاطع وشي جاي لاسبانيا ينحي الطماطم ويقعد 15 سنه خدام في الكحل باش بعد ريغولاريزيو ما تخممش عليا يعني.